فيكم، نتمنى لكم عام خلينا نقول معظمكم انتقل من عالم الدراسة لعالم العمل، وهذا أول لقاء رسمي معكم يعني كمجموعة، فإحنا بنرحب فيكم في قسم الهندسة الكهربائية والنظم الذكية، بنقول لكم أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله يكون عام موفق لنا ولكم مع بعض في هذا المجال. والحياة يمكن اللي قبلكم حكوها، الحياة المهنية أصعب بكثير من الحياة الدراسية لسبب معين. أنت لما تدرس بتدرس لحالك، الآن بتدرسيش لحالك، بتدرس لكم ولغيركم، يعني لأكثر واحد في الدفعة خلينا نقول قليل حظ من المتابعة والدراسة، فالكل بدرس على هذا المستوى. بشكل عام الوضع يعني مش سهل لكم، يمكن النقلة برضو زي ما هو الطالب عنده نقلة، انتوا انتقلتوا من الحياة الدراسية لحياة عمل عن بعد، وهذه مش سهلة وبدها يمكن مجهود أكثر من الطبيعي، لأنه بنطلع احنا كل حدا فينا يطلع على نموذج مدرس أعجبته طريقة تدريسه عن بعد وحاول يقلده، هذا يعني الرول موديل اللي بدنا نمشي عليه ونسير عليه في هذا المجال. يمكن عمل مجهود في السنة اللي فاتت واللي قبلها جبار لنزود أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بالقسم، وللأسف كورونا يمكن أثرت علينا كقسم سلبي كثير، يعني يمكن عند الطالبات بالزق البرنامجين وصلوا 11 طالبة، الطلاب يعني أحسن شوية بس مش بالأعداد اللي كنا بدنا إياها، وهذا بدعونا لحاجة واحدة، إيش هي؟ إن إحنا ككل برضو يكون لنا بصمة في زيادة الإقبال على القسم، يعني بدنا نتميز في أدائنا وفي تعاملنا في هذا المجال. طيب الآن يمكن ككل بدينا المناقشات قبل المختبرات، فأنا حابب أسمع وجهة نظركم، يمكن ككل إنه كل واحد فيكم أو واحد مهندس أو مهندسة يتكلم لي على كيف كان المناقشة وإيش الآليات اللي تمت لحتى الآن، عشان الكل برضو هذا جزء منه، الكل بنتعلم من بعض في هذا المجال. تفضل يا باش مهندس نائل، أنت الكبير تبعهم. معك دكتور، معك. تفضل اتكلم، انت عندك مختبرات فيش مناقشه. اه صحيح، مع المناقشه واحده بحكي عن المناقشه. ايوه احكي عنها عشان تشجع الكل. كيف بحكي عن المختبرات؟ لا المختبر بدي استنى شويه، النقطه اللي بعده عشان ايش؟ لانه في له خصوصيه غير عن المناقشه، ما بدناش نضيع التنتين في بعض، بدنا كل واحده لحالها بشكل عام. تمام معك. طيب قلت بالنسبة للمناقشة، أنا مع مناقشة الآلات الكهربائية مع الدكتور أسعد ومعنا المهندسة ملك العشي. طبعا أنا واضح مع الطلاب من أول أسبوع، هو الأسبوع الماضي عملنا لقاء مع الطلبة وبتابع معهم على المودل، وفي الدكتور أسعد عامل كلاس روم بتابع معهم برضه على كلاس روم شوية، موجود فيه كل الطلاب والطالبة على جوجل كلاس روم. في كلاس روم وعلى المودل. طبعا المودل هي المنصه الرسميه اللي انا بنزل عليها الواجبات والفيديوهات، لكن الكلاس روم يعني انه شيء سريع، دكتور اسعد يعني بتعامل معاه شوي. هلقيت السياسه اللي بنشرح فيها، احنا قلت لهم انا كل اسبوع تقريبا يوم السبت او الاحد كل اسبوع لازم انزل فيديو، هذا الفيديو محاضره تشرح كل الشغلات اللي اخذتوها في الاسبوع اللي قبله، يعني يوم السبت والاحد بنزل فيديو لكل الأسبوع اللي قبله إيش اللي أخذوه بالتفصيل. طبعا بنزل المحاضرات مدتها تقريبا 40 دقيقة 30 دقيقة حسب يعني المحاضرة قديش بدها تأخذ معنا، وبالآخر الفيديو يعني بتكلم فيه إنه بنطلب منهم واجب للأسبوع. طبعا هم ورق خفيف بنعطيهم إياه بحيث إنه تكون مطلوب منهم خلال الأسبوع ينجزوه، وهكذا كل أسبوع سبت أو أحد بنزل محاضرة وبنتواصل. يعني الأسبوع الماضي نزلنا والأسبوع هذا نزلنا، خلصت معهم شابتر 1 قسمته على 2 بارت، شرحت السنجل فيز لحال وشرحنا الثري فيز في المحاضرة الثانية، والأمور يعني بنسبة كبيرة ممتازة والتواصل رائع مع الطلبة، يعني الكل مرتاح والحمد لله يعني. طيب ما إنه هذا جينا الحين نروح لملك،
لأنه ملك مربوطة معك ففي الرابطة هاي بدنا نشوف إيش. أنا برضو على تواصل معها، يعني قلت لك على تواصل معها باستمرار بخصوص المناقشة، يعني بنعمل الواجبات مع بعض ويعني الأمور تمام الحمد لله. أسيب المايك. هي مهمة يعني هذا التعاون المعيد والمعيدة في نفس صحيح. الوقت هذه من الشغلات، والمدرس من الشغلات الإيجابية جدا، والتواصل لازم يكون بشكل مستمر. تفضل يا ملك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. أنا معي مناقشة واحدة، هي مناقشة الماشين، طبعا بتواصل مع المهندس نائل، والأسبوع الماضي كانت مناقشة بث مباشر، يعني ناقشت الجزء الأول من الشابتر الأول، والأسبوع هذا كانت على شكل فيديو، كنت أنا أكتب وأصور عندي ستاند، كنت أكتب المناقشة بخط إيدي حسب طلب البنات يعني، ونزلت لهم إياها وكتير يعني عجبهم النظام، ورح نضل ماشيين هيك إن شاء الله. إن شاء الله موفقة. طيب مين بعده حيدخل تبعين المناقشات؟ أنا بدي أطلع بشغلة، إنه أنا يعني في عندي شغلة حلوة في الديسكشن، إنه أنا يعني الحمد لله عندي تابلت وقلم إلكتروني، فأنا بلخص بكتب في قلم إلكتروني يعني بكون بسهل علي كتير الصراحة، ما بكتبش بنفس. لا هذه هدول أنت اثنين تكلمت عن حاجة إيجابية جدا اللي هي سواء الحل على يعني على ستان او الحل بقلم الكتروني، هذول التنتين من الشغلات اللي انا صراحه بسهل كثير انا بحل قدام الطلبه، يعني نفس اللحظه بفتح عندي برنامج اسمه سموث درو، هذا بتعامل مع التابلت يعني بالقلم الالكتروني، بكتب السؤال على السموث درو بحله بالتفصيل قدامهم، يعني حل قدامهم هم بيكونوا يعني شايفين الاشي يعني كيف بكتب، هذا سهل عليه كثير، شريته الفصل الماضي او السنه الماضيه يعني، والحمد لله مرتاح له كثير الصراحه. هي هذه زي الاستثمار اصلا انقطع هلقيت اصلا بالبلد على ايام ما شريته كان بيقول لي ضايل اربعه بس، شريته واحد ضل ثلاثه، قلت اكيد خلص لا بجيبه البلد مطلوب بس بصراحه مسهل كثير حقيقه. سعره قديش كان؟ والله كان على المواقع النت على الامازون والهذا كان حوالي 80 90 دولار زي هيك، انا كبسني اياه شريته 680 شيكل شريته. لا هم هذا بضعف السعر يعني ضعف وزياده كمان. كان ايام والله 700 شيكل واخذته منه 680. يا رعاك الزلمه. رعاك لا مش اصلا غيره، كان اظن من العمصر في شارع الكنز، مش غير قطاع غزه كان موجود عنده، كانوا مخلصين عند الكل. يا سيدي حياك الله. يلا الحمد لله. مين دي تكلم؟ محمد صالحة عندك كبشة مناقشات، تفضل. يعطيكم العافية جميعا. الله عافيك. والله صراحة مش حاب ازيد عن الباشمهندس نائل، تقريبا نفس النظام بس اللهم انه بدون التابلت والقلم الالكتروني، والفرق كمان مع الدكتور اسعد انه حابب ننزل الواجبات والكوزات على كلاس روم كله، يعني المتابعة مع الطلاب في مادة دوائر واحد، أنا معايا مناقشة دوائر واحد ومادة دي اس بي، فالمتابعة في دوائر واحد لكوزات والواجبات على كلاس روم، لكن تنزيل المحاضرات والفيديوهات على الموديل تقريبا هيك أسبوعيا بعد شرح كل شابتر أو كل سيكشن، بنزلهم فيديو المناقشة على الأسئلة تبعت السيكشن هذا. هي حاجة مهمة لكم لأنه هذه انتوا جداد على الشغلة، في هذه النصيحة اشتغل على المودل لا تشتغلش على اي منصة تانية. ليش؟ الشؤون الاكاديمية بتطلع تقارير مودل، اذا انت مختفي عن المودل فحيصير يعني في دروب واضح في هذا المجال، فالنصيحة حتى لو الدكتور اسعد يعني متعود على الكلاس روم لا، وأنا حتكلم معه في هذا المجال إنه نروح لمين للمودل ككل، لأنه هو المنصة المعتمدة وهو اللي بيطلع تقارير إلنا يعني بشكل عام كجامعة، فمين بيبقى مختفي عن هذه يعتبرونه مش موجود، وهذا بتسبب لقيت ملفات المناقشة والفيديوهات بتنزل على المودل، لكن الواجبات والريكوزات على كلاس روم. ما هو اذا بتحكي معاه ممكن عادي ما فيش اي مشكله. الاليه على مودل اصلا احسن من الكلاس روم.
يعني صحيح. انت بتحط وبتحدد وبتصلح وبترجع وكل شيء والعلامات تحتفظ فيها احسن بكثير كمان. وبعدين هذا للجامعه انت موجود مش يعني كل الساعات اللي بتحطها بتبين، يعني انت كمعيد بتبين ان هاي الساعات اللي حطها هو قاعد على مودل، بينما هناك انت مخفي عنه بعرفش ايش عملت. يعني لما بدك تعبي الساعات هتلاحظ هذه بسهولة جدا بنعملها جاستيفيكيشن على المودل، بس برا المنصات الثانية يعني مش سهلة. وكويس ان احنا اللقاء هذا كويس انه بدري تم عشان ننبه لهذه النقاط. طب مين بيشتغل معك؟ إلك تواصل مع المعيدة اللي بتشتغل عقبالك؟ البشمهندس هذا ليصبيح برضو بنفس الآلية بتشغل معنا بطلب من الدكتور. طيب ان شاء الله. داليا ايش انت عندك اكثر من في هذه؟ تفضلي. يا دكتور انا السلام عليكم. انا معايا نفس معايا اللي هي مناقشه الدوائر. زي ما قال المهندس محمد بنشتغل كله على الكلاس روم، اما بالنسبه لمعايا كمان مناقشه الالكترونيات 2 ومناقشه الكهرباء. لحد هلا لسه ما اديتش واجبات لانه لسه ما خلصتش الشابتر بشكل كامل، بس باعتبار انه انت حضرتك تو استاذ نعمل على المودل فان شاء الله حرف على الاسبوع هذا الواجب على المودل. لكن فيش اي يعني بتتابع مع الدكاتره الدكتور والدكتوره ولا لسه؟ انا هو بعت لي رساله شيء الاسئله، لكن حاولت اتواصل معه اللي تواصل مع المهندس والمهندس تواصلت مع المهندس على المعمل، اتفقنا انا وياه على المعامل. وبالنسبه للوجبات والاسئله دكتور جوده اول باول بيبعث لي. دكتوره هاله وعلى الكهرباء مع المهندسه مع الدكتوره هاله على المول. ايوه تواصلي خليكي معها على طول لانه يعني هي عندها حمل طلاب وطالبات الفصل هذا مع بعض. طيب الان مين بدنا ندخل مع مين 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 اشتغل مع المهندسة داليا من المهندسين في الإلكترونيات معايا؟ في دوائر واحد حكيت لي باش مهندس محمد صالحة. محمد مشتهى ايش معك انت في الإلكترونيات؟ اثنين مع مين معك؟ يعطيكم العافية. الإلكترونيات 2 معايا المهندس أمير. أمير لكن بالنسبة لمادة الكهرباء ما ناقشتش مع المهندس. أمير مش موجود لسه. لا ما هو عشان هيك هدول لازم التنسيق مع بعض لأنه بدناش واعتقد معاه كمان الكهرباء. هو أكد لي بدي يحضر بس شكله مش جاي مش عارف ليش. تفضل يا باشمهندس محمد. السلام عليكم يعطيكم العافية. الله يعافيك. دكتور مع ناقشة التحليل الهندسي مع الدكتور ماهر في أول أسبوع من الفصل عمل جروب فيسبوك للتواصل، يعني الموديل ما كان فعال بس بجانب الموديل هذا الجروب بس كان للتواصل وتم إضافة الدكتور عليه. في الأسبوع الثاني لما بلش الدكتور تواصلت معه وضافني عنده على الموديل كأدمين على صفحة الموديل الخاصة بالمصاف، يعني بقدر أرفع على الطلاب على الصفحة وعدي زي الدكتور بالإضافة لصفحة المناقشة. فخلال الأسبوع يعني زي الطلاب والتحليل الهندسي ما كانت خطتنا لما كنا طلاب، فزي الطلاب خلال الأسبوع صار إن أعمل محاضرات مع الدكتور في نهاية الأسبوع في ديسكشنات السنتين اللي قبل، بس إن كانت عبارة عن إعادة حل السلايدات، فيش أسئلة جديدة أو أفكار الطلاب. فبطلع على الكتاب شوف شو أسئلة جديدة أو أسئلة مني فبكتبها بخط إيدي، يعني ديسكشن بعمل بكتبها بخط إيدي وبصورها بي دي إف وبصورها يوم للطلاب تقريبا بتكون يوم السبت أو يوم الأحد على الأسبوع اللي قبل. كل أسبوع زي هيك. وبالإضافة دكتور على ملف وورد خاص في الهومورس. الهومورس مش كل شابتر بشابتر، لا دكتور اسم الهومورس سكاشن، يعني كل سكاشن بخلصها في الأسبوعين الهومورك تبعتها يوم الأحد وبعد بأسبوع بصير التسليم. بالنسبة للتواصل مع المهندس أنا مع تشتغل المهندس ندى، الدكتور طلب من
طلب منا التواصل مخصوص لكويزات، بس الكويزات لسه بدأ عليها، ما خلصناش أي شبادر. هذا بخصوص المناقشة. طيب باش مهندسة ندى، يعطيك العافية. الله عافيك. معايا أربع مناقشات. أول مناقشة تحليل هندسي زي ما قال المهندس محمد، بضطر أكتبها بخط إيدي وبصورها وبرفعها وبصورها فيديو بنزله يوم الأحد، كل أحد تقريبا من كل أسبوع. وبرضه ضيفني الدكتور على صفحة المودل تبعته فبنزل عليها الواجبات، وعندي صفحة المناقشة بنزل عليها الفيديوهات تبعت المودل. هذا بالنسبة لمادة التحليل الهندسي. معي مناقشة سيجنال، اتواصلت مع الدكتور على الإيميل وعلى الواتس بس ما صارش رد عليا، فهلأ شغالة لحالي. شرحت الشابتر الأول ونزلت لهم عليه واجب مفترض أستلمه الأسبوع الجاي. طب. معايا كمان مناقشة الاحتمالات، مناقشة الاحتمالات حتكون يوم السبت إن شاء الله، والدكتور نسق معايا ومع المهندس أمير بحيث إنه كل اثنين نعطي كويز أو واجب. وبعدين كمان معايا مناقشة الدي أس بي، مناقشة الدي أس بي ناقشت معهم جزئية واليوم مفترض بكرة كمان جزئية عشان وبعديها أعطيهم الواجب بحيث إنه أكون ماشي مع الدكتور. طيب يعطيك العافية، يعني حملة تقيلة يا باشمهندس في المواد. مواد سنة ثالثة ورابعة هذول أصعب مواد للشغل فيها. بعين الله اللي في هذه المجالات. طيب يعني بشكل عام أنا مبسوط من الأداء في المناقشات ككل. يمكن الحاجة بس اللي بدي أضيفها ككل إنه إحنا نحط حالنا available للطلاب في وقت معين، يعني نقول احنا موجودين لاي استفسار بالنسبه لمناقشات المواد التاليه، يعني بنحط جدول، انت بتبقوا على المودل على الماسنجر على الواتس، اذا في مجموعه واتس اي مكان بتقولوا موهينا موجودين، واحيانا بيبقى في استفسارات محدده بدهم اياها. هذه بس للتطمين، يعني نوعا ما بتسهل خلينا نقول التواصل بيننا وبين الطلاب ككل. فهذه يعني خلينا نقول لو حط الواحد ساعة ساعتين في الأسبوع لكل المواد أنا موجود هيك، واللي بده أي استفسار يبعث لي وأنا بجاوب في هذا الوقت، أنا متاح يعني بشكل عام. طيب نروح بعدها للمختبرات ونشوف كيف ماشية المختبرات، لأنه المختبرات زي ما تعرفوا إحنا الآن في مرحلة سوفت وير، فبدنا نشوف وايش مسوين وايش بدينا ما بدناش كيف الامور ماشيه. تفضل يا باشمهندس نائل. تمام. بالنسبه للمختبرات احنا طبعا وزعناها على المعيدين والمعيدات، وكل واحده معها او كل واحده مع مختبر معين. بالنسبه للمختبرات اللي معي احكي عن المختبرات اللي معي كيف تواصلت مع الطلبه وكيف احنا كيف شغال فيها. معي مختبر في السنه الثانيه مختبر الدوائر، ومختبر لسنة الثالثة اللي هو السيجنال، ومختبر لسنة الرابعة اللي هو الماشين. أنا اتفقت مع الطلاب طبعاً على المودل، طبعاً أتواصل معهم على المودل بشكل جيد، يعني بتعامل معه. اتفقت معهم على آلية، عملت لقاء تعريفي، وهدف اللقاء التعريفي حكيت فيه على كل إشي بخص المختبر، سواء من تجارب أو آلية كيف أنا بدي أشرح المختبر الإلكتروني. طبعاً عملتهم كتير إنه هتكونوا نفس اللي هتاخدوه ونفس العلم، مش هيتغير عليكم. هنرجع للجامعة عن قريب وحنتعلم كل الشغلات العملية، ولو شغلات رفعت علينا هنرجع نعيدها، والكلام هذا كله طمنتهم كثير. طبعا في اللقاء التعريفي حكيت عن توزيع الدرجات في المختبر، حكيت لهم ان اغلب الشغل هيكون عبارة عن واجبات وتقارير، ولما نرجع ان شاء الله للجامعة ناخذ اختبار عملي وهكذا. وبشكل عام حكيت المختبرات اللي معي بدي احكي ايش سياسة التعامل فيها من الداخل. يعني مختبر الدوائر احنا يعني غالبا يدرس ما مش يدرس الكتروني، حتى في المختبر لما كنا ندرسه كنا ندرسه عملي على الاجهزه اللي هي الباور سبلاي والمالتيميتر والجنريتور والشغلات هذه، فانا اضطريت اني استخدم برامج عشان اقدر اتعامل مع الطلبه. فانا حاليا قلت لهم ممكن استخدم معكم اكثر من برنامج، لكن مبدئيا هم برامج محاكاه الدوائر برامج كثيره، قلت لهم مبدئيا حنستخدم التسبايس مع بعض. هذا برنامج التسبايس هصير اشرح لهم عليه انه كيف ممكن نعمل التجارب العمليه على الالتسباس، كيف ناخذ ريزلت ونتائج وريدنج قراءات والشغلات هذه كلها. وقلت لهم ممكن اعدي برامج ثانيه في مواقع تينكركاد وفي برامج السيركت ويزرد وغيرها، قلت لهم لكن مبدئيا خلينا ستيب باي ستيب نبدا في الالتسباس.
فبعد اللقاء التعريفي هذا كان الأسبوع مش الأسبوع هذا اللي قبله، كان لقاء تعريفي وكان يعني حوالي 37 أو 40 دقيقة كان اللقاء التعريفي. وبعديها عملت الأسبوع هذا اللي هو محاضرة كاملة كانت اللي هي التجربة الأولى، وأتوقع كانت رائعة جدا، كان في رضا عالي من الطلبة، كانت introduction to altspice، كانت مقدمة لبرنامج altspice وشرحته بالتفصيل، وطلبت طبعا homework واجب تقرير في نهاية التجربة، والأمور ممتازة جدا في الناحية هذه. يعني طلاب سنة تانية يعني حتى الآن ماشي معهم ممتاز جدا. جيت سنة تالتة عندي مختبر السيجنال، ومختبر السيجنال ما بيغلبش كتير لأنه هو أصلا simulation ماتلاب. فطبعا نفس الفكرة بالتمام، كان الأسبوع الماضي لقاء تعريفي أخذ حوالي 30 دقيقة، وشرحت فيه برضو إنه كيف حمشي في المختبر step by step، يعني إيش اللي هنمشيه بالضبط، وإيش هطلب منك تقرير، ومش هغلبك، هتكون الأمور واضحة. كل أسبوع بنزل فيديو وبنزل واجب على الفيديو. تقريبا برضو الأمور ممتازة، وبرضو حكينا عن توزيع الدرجات، وطبعا كل هذا كان بالتوافق بينه وبين المهندسة، يعني مش لحالي في المختبر سواء الدوائر أو السيجنال أو الماشين. ومختبر الماشين أخيرا، مختبر الماشين برضو إحنا فيه عندنا برنامج اسمه اللاب فولت أو ال VVL. هذا البرنامج هو محاكاة لجهاز اللاب فولت اللي في المختبر، نفسه بالتمام، يعني جهاز اللاب فولت اللي في المختبر الماشين 408 نفس الجهاز بالتمام موجود سيميوليشن محاكاة له في برنامج اسمه ال VVL. فأنا مرتاح كتير من الناحية هذه، وشغال على البرنامج تمام يعني. وبرضه نفس الفكرة، عملت لقاء تعريفي وعملت شرح التجربة كاملة وطلب التقرير إلها، وكل هذا بأكد إنه كان بالتوافق مع المهندسة، يعني سواء المهندسة ملك معي في مختبر الآلات ومختبر الدوائر، أو المهندسة ندى معي في مختبر السيجنال، برضو كنت أورجيها السيليبس وأورجيها إيش هنشرح، وبعدت لهم الواجبات والهوموركات وعملناها مع بعض حتى، يعني أنا بعدت الواجب وعدلوا عليه ورجعت أنا عدلت، وهكذا لما وصلنا لفورم نهائي للواجب والأسايمنت المطلوب من الطلبة ورفعناه. يعني أنا حاليا الأسبوع هذا أنا خلصته تقريبا، نزلت ثلاث مختبرات معي، نزلت الثلاث تجارب كمحاضرات، ونزلت الثلاث واجبات، يعني كل شيء جاهز بالنهاية هذه بنسبة ممتازة الحمد لله. طيب سؤال بدي أسأله، السوفت وير البرمجيات بتورجوهم من وين يجيبوهم أو كيف ينزلوهم؟ طبعا هذا في اللقاء التعريفي أنا نزلت طبعا اللينك روابط تحميل البرامج. يعني أنا على لو تفوت على الموديل تبعي هتلاقيه مليان شغلة. هتلاقي في كل مختبر هتلاقي أنا أول شغلة حطها طبعا السيليباس، بعدين البرنامج اللي بدي أشتغل عليه، رابط التحميل، لينك التحميل، وحط أكثر من رابط كمان، وحط فيديو كمان. أنا عملت فيديو لحالي، أنا حذفت البرامج من عندي، خد بالك عشان أنا إيش أريح الطلبة، حذفت البرامج من عندي كلهم ونزلتهم من جديد، عملت فيديو صورت سكرين للشاشة، حكيت لهم أنا بدي أعتبر حالي طالب هالجيتا وبدي أنزل البرنامج يعني. فنزلت البرنامج قعدت أشرح عليه وأنا بنزل لأنه هذه من أهم النقاط اللي إحنا زي ما يعني هذا اللي بتفرجي إنه إحنا لا إحنا معكم وماشيين معكم خطوة بخطوة. لا مريحة بالنسبة هذه يعني بشغلة هذه، كانت حتى المهندسة ملك عملت برضو كانت فكرة كويسة إنه في نهاية الأسبوع أنت عشان أطمن إن أنت خلصت حملت البرنامج تمام، فعملي لي سكرين لصورة البرنامج وبعتي لي من اللابتوب، يعني كان عبارة عن أسايمنت أول خفيف. طب كويس، الأمور ما شاء الله الحمد لله يعني متواصلين فيها كويس مع المهندس الصراحة، يعني فالأمور ماشية بشكل جيد. طب أنت الحين ربطت مع المهندسة ملك والمهندسة ندى فيك، هذول مرتبطين. صحيح، اختبر الدوائر والماشين مع المهندسة ملك، واختبر السيجنال مع المهندسة ندى. وفي يعني وصلناهم باستمرار في الأمور هذه يعني الحمد لله الأمور تمام. طيب المهندس لو في استفسارات انا هنا برضه. طيب المهندس ملك ماشي 100% هيك معه؟ في معك حاجه زياده عنه؟ انا معي اربع مختبرات، الدوائر والماشين مع المهندس نائل كله يعني لحد هلا تمام. بالنسبه لمختبر سنه ثالثه معي مختبر الاي او تي، بتابع معهم ايش بيعطيهم الدكتور، وبنعمل بث مباشر كل اسبوع. طبعا احنا اخذنا البث كان يوم السبت. بتابع معهم يعني، طبعا جديد استلمنا القطعة اللي حنشتغل عليها، بفرجيهم كيف يعني الآلية اللي رح نشتغل عليها فيها، وبعتمد على نظام الباوربوينت في الشرح، وأي حدا عنده سؤال أو استفسار أو إشي بتغلب فيه بسألني خلال البث أو عن طريق مجموعة الواتس أو مجموعة الفيس تبعت الدكتور. طبعا كل إشي بنزله على الموديل، كل الفيديوهات تكون مسجلة لو حدا ما قدرش يحضر، كله على الموديل بنزله، سواء في تسليمات واجبات او تقارير كله على الموديل. شكرا مهندسة ندى.
معايا معملين، معمل السيجنال مع المهندس نائل، ومعمل الدي اس بي. بعرفش بصراحة مع مين لأنه ما توصلتش مع المعيد. بالنسبة لمعمل السيجنال نزلت لهم السيلابس وفيديو عن السيلابس، ونزلت لهم أول معمل مبارح بحيث أنه الأسبوع الجاي يسلموني الريبورت تبعه. بالنسبة لمعمل الدي اس بي نزلت لهم السيلابس، وضايل بكرة إن شاء الله مفترض أنزل أول معمل لإلهم. طبعاً بشرحه عن طريق سكرين على الشاشة، وأنا أصلاً السيجنال والدي اس بي التنين بيعتمد على برنامج الماتلاب، فما كانش في أي صعوبة إنه التنين سوفت وير، فبعمل لهم سكرين وبنزلهم إياه. طيب كويس ممتاز. المهندس محمد طالحة، المهندسة داليا طلع موجودة؟ طب مهندس بي ال سي كمان انت ما شاء الله انت مع محمد ابو فارس، وابو فارس اليوم اعتذر في المادتين. كيف ماشيه معهم في البي ال سي؟ في البي ال سي اعطتهم اول اسبوع زي لقاء تعريفي، كان بث مباشر برضو مسجل ونزلته على المودل. طلبت منهم يحملوا برنامج السيميوليشن اللي حنشتغل عليه. طبعا في شوية صعوبة لأنه المادة عملية بقدر كبير، بس حاولت أن أنا عندي صور من المعمل، عندي صور مشاريع وشغلات يعني عندي من قبل، حاولت أعملهم الأسبوع هذا باوربوينت أني أوضح فيه الشغلات العملية بحيث أنهم يشوفوها كأنهم في المعمل، وحطلب منهم تقرير. طبعا لسه ما نزلتش الفيديو، إن شاء الله اليوم أو بكرة بالكثير بيكون نازل. قبل ما انسى، بالنسبه للبي ال سي في مقترح كان دكتور عبد العاطي طرحه، اللي هو استعاره بعض الكيتس وتقوم عليها تعمل ديمونستريشن وتسجلوا لهم اياها. فهذه يعني برضه بنتبع مع الدكتور تنشوف او تبع معه على اساس تشوف كيف هذه الاليه بدها تتم. يعني ان شاء الله بنطولش في هاي، بس في خلال الفتره القادمه على اساس، لانه زي ما حكيتي جزء عمل كبير، فهو الديمونستريشن بسهل اقل شيء عليهم يتفهم. يعني انت بتيجي بتشرحي وبتفرجيهم كل شيء هاندز اون، فهذا اقل شيء بيعطيهم صوره افضل. تمام، انا متابع مع الدكتور يعني اول باول، ما اشوف ايش بيعطيهم. كل اسبوع الدكتور له محاضره مباشره، بشوف ايش بيعطيهم وايش في جديد يعني ما. ان شاء الله. تسلمي. باش مهندس محمد صالحه. تمام، بالنسبة للمعامل اللي معي، أنا معي ثلاث معامل، هي دي اس بي واتصالات اثنين والهوائيات. يلا هاي المهندسة هذا دي اس بي بدكم تربطوا مع بعض، لأنه مش أي مشكلة. بتسهلوا على حالكم، بتسهلوا على حالكم الشغل. يعني أنتوا الكل معه مجموعة مش بسيطة من سواء الدسكشن أو المختبرات، فالتعاون بريحكم نوعا ما. يعني أنت بتعمل هذا الأسبوع، هاي الأسبوع الجاي أنا بشتغل على الثانية، بيصير حاجة زي هيك ممكن يعني تسهل عليك الشغل حتى في الواجبات كمان. صحيح. خلص ان شاء الله نتواصل بالنسبة للدي اس بي. هم الاثنين ان شاء الله. بالنسبة للدي اس بي والاتصالات، اغلب المادة تبعته موجودة على الماتلاب. الاتصالات في جزء منها هاردوير، لكن هحاول انقله على الماتلاب. بتواصل مع المعيدة برضو ان شاء الله بالنسبة لمعمل الاتصالات. بالنسبة لمعمل الهوائيات ممكن نتغلب، لانه كان نص على السي اس تي، برنامج السي اس تي، ونصه كان هاردوير في المعمل. تمام، فبدي اشوف ايش ممكن نعمل مع الدكتور. انا حاخلص جزئيه السوفت وير وبنشوف ايش ممكن نضيف ان شاء الله. هو توقعاتي ممكن نلاقي سوفت وير مجانا، بس بده الدكتور تبعكم يتواصل مع الدكتور محمد عوده. الدكتور محمد عوده في قطر حاليا، فممكن يعني يساعد في هذا المجال. هو السوفت وير اشتغل مع الدكتور طلال كان السي اس تي، ونزلت انا للشباب طريقه تنزيله وتفعيله. الموضوع هذا محلول، بس القصه انه كيف بدنا نخلص المعامل او نكملها على اساس تكون سوفت وير. يعني نغطي جانب الهاردوير نحوله لسوفت وير. هي ان شاء الله ما تطولش يعني. إن شاء الله. بس هي مرحلة يعني خلينا نقول نستغلها صح في المختبرات، إنه ما نوقفش المختبرات، هذا كان الهدف. إن شاء الله. أعطيك معك. الله عافيك.
باشمهندس محمد مشتهى. انا معي دكتور معمل ديجيتال كنترول. في اول اسبوع لما عملنا جروب للطلاب على اساس انه نجمعهم وبعدين صار عمل السيلبوس، عملت السيلبوس يا اي تعديل اي شيء، فتم اضافه هو للعب امس عشان بلزمهم في اللي حيكون اخر الفصل فاضفناه، وبعد هيك عملنا ميتنج للطلاب اللي هو زوم ميتنج، ووضحت خلاله السيلبس يعني اللاب، مرينا على اللابس بشكل سريع، كان بيعمل اول رسمه لاب، بعدها عملنا مراجعه للاوب امز، بعدها عندي لاب فيو. الجزئيه هذه كلها كانت سوفت وير، بس في عندي اخر 3 لابس عمال بدخل فيهم الهاردوير شويه اللي هو انترفيس بين الاردوينو والمات لاب، الاردوينو واللاب فيو. فالجزء هذا يعني لسه بدري عليه، يعني ممكن هلا وقت نكون يعني على الجامعة. غير هيك توضحنا الجريدنج لطلاب توزيع الدرجات وهيك، وحكينا انه ممكن في حال نرجع ممكن تتغير، وخيرت الطلاب اللي هي حنستخدمها نعملهم كل اسبوع زوم ميتنج عشان اساس اشرح لهم عشان يكون في عندي حد عنده مشكله احل له اياها. وكان في الحاله الثانيه انه محاضرات مصوره، بصراحه الطلاب يعني نسبه كبيره كان طالب محاضرات مصوره فيش الا واحد او اثنين اللي طلب زوم ميتنج. بلشنا في المحاضرات المصوره الاسبوع هذا، نزلنا اول محاضره ونزلنا ريبورت يوم السبت. انا عندي شعب السبت وشعب الاثنين، فاتفقنا مع الطلاب انه تنزل المحاضره والريبورت السبت بعد الاسبوع التسليم، ممكن يوم الاثنين كل اسبوعين او ثلاثة اسابيع نعمل زوم ميتنج عشان اذا حدا عنده مشاكل او عنده استفسارات نعمل حل. هيك تقريبا كل شيء في السلامه. طيب احنا يعني يمكن ككل يعني في انطلاقه في المختبرات، وهذا جيد انه الامور ماشيه في الاتجاه الصحيح. المحاضرات المصوره هي العنوان الرئيسي، والستيب باي ستيب. يمكن حاجه واحده وهذه حتلاحظوها بشكل عام، البرمجه بدها احيانا جو حي، يعني بدك تكون انت موجود، لانه احيانا بلزق في نقطه بعرفش يتحرك فيها الطالب او الطالبه، وهذه من عيوب البرمجه انه يمكن حاجه بسيطه جدا بس خلص سبحان الله مش شايفينها. فهذه يعني وقت لما بدنا نعمل السيميليشن او خصوصي يعني بعد ما تنزيل المحاضره بفتره بتقول انا حكون موجود للي عنده اي اشكاليه في البرمجه، وعادة يعني الجهاز موجود وانت بتفرجيهم، يعني بتفرجي اللي عقبالك لو في اي مشكلة لا اعمل هيك بتشوف، وواضح جدا انه هذه حتى انت لما بدك تشوف اللي عندك احيانا بقول لك من كابيتال لسمول نسيله حاجة فاصلة اشي بتخربط الدنيا في البرمجة، اقل اشي في بعض البرامج خلينا احكيها. بالسبايس يمكن شوية أسهل في هذا المجال، بس ككل يعني البرمجة بدها متابعة مباشرة، فهذا بننصح فيها لأنه بتخفف الإشكاليات اللي بتحصل. في عندنا بشكل عام شكوى من الطلاب أجت مش عليكم، علينا كلنا كمدرسين ومعيدين وغيره. إيش هي التكلفات او المحاضرات او الغيره؟ بقول لك يوم الجمعه ما تنزلش لنا حاجه. احنا احيانا الواحد بيبقى فاضي بينزل فيها، فيمكن في المودل في حاجه بيسموها خاصيه الايش ريستريكشن، فانت بتعمل اكسس حتى لو نزلتها يوم الجمعه اعمل ريستريكشن ما حد يشوفها الا يوم السبت. يعني هي يعني الاتيكيت تبع اي بزنس او اي حاجه في المراسلات، عاده اخر النهار او اخر الليل، يعني مثلا الخميس بعد العصر فيش اي تكليف ينزل، الجمعه فيش تكليفات تنزل، لانه بدك تسيب الناس اقل شيء تعيش جزء من الحياه الطبيعيه. مراسلات اخر الليل، يعني انت الاكسس اللي عندك الموجود في المودل بخليك اقل شيء حتى لو انت حطيتها في ذاك الوقت تفعلها لا يشوفوها في ساعات معينة، يعني خليها دائما في النهار. لقاءاتنا قدر المستطاع نعملها خلال
الأيام يعني وقت الدوام وأيام الدوام الرسمي. ليش؟ لأنه بدنا نحط جدول حياة للناس، يعني نحاول نعيشهم، احنا بدنا نعيش حياتنا وطلابنا بدهم يعيشوا حياتهم شبه منتظمة، وهذه بتخفف علينا. حتى لو عدنا لجو الجامعة، لو كانت جو المحاضرات في هذه الأوقات، الأوقات الرسمية بتخفف وبتخلي الحياة تمر بسهولة. شغلة تانية، المرونة مطلوبة جدا في التعامل والرقة في التعامل مع الطلاب والطالبات. يعني الظرف مش سهل، واحنا ظروف غزة لنا ظروف استثنائية غير على العالم كلها، كمان عندنا مشكلة نت ومشكلة كهرباء ومشكلة أجهزة. هذه دوامة انتم كلكم شفتوها كطلاب، ودوامة متواصلة. يعني أنا من الناس اللي بمدد مرة واثنين وثلاثة، بس الهدف منه أنه الطالب يتعلم، مش الهدف منه أنا بدي أعاقب وأسوي. إذا بتعلم وبقوم بالشغل وأنا بضمن أنه يقوم بالشغل المطلوب، فهو حقق الغاية من العملية هاي. احنا هذه اصعب حاجة، انك يعني يمكن في لغة الكنترول احنا السيستم تبعنا طلابنا ان اوبزيرفابل، يعني بشوفوش ايش هو ايوه دخلنا على الكنترول انا بشوفوش لا اضمن انه هو اللي قام بالشغل او قام به زي ما بدي. عشان هيك المرونة مطلوبة في التعامل في هذا المجال. يعني يمكن إحدى الشغلات اللي لاحظناها اللي هي الفصل هذا، يعني اشتغلنا يمكن الباشمهندس نائل اشتغل على الطلاب شغل كويس، لما ما طلعناش بنتيجة، يعني ملخص القول للي بدنا إياه يعني. خصوصا عند الطالبات، يعني فالمعيدات أنتم الواجهة تبعتنا، يعني بدنا نشوف أنه الكل مبسوط من الأداء تبعنا ككل. الكل يعني احنا ككهرباء مشهورين، يعني في عندنا درجة معينة من الدفاشر، خلينا نقول بدنا اياها نخفف هذه شوية ونبين في ليونة وفي تفاعل مع طلابنا وتفهم لهم في أوضاعهم، لأنه برضو الدنيا مش سهلة عليهم. يمكن الحاجة اللي بدي اياها في النهاية، انه اللقاءات تبعكم اللي بتنعمل، يعني يمكن وقت التنزيل ينتظم وجدول اللقاءات يصير جدول دوري، وهذا بيبقى كويس. اذا يعني من هلا لنهاية الاسبوع الجاي بعثتوا لي جدول اللقاء الدوري وجدول التنزيل للمواد او للمحاضرات زي هيك. ليش؟ لانه احنا ككل بنحاول نضيف نوع من خلينا نقول الاعتيادية، يعني على جداولنا، يعني بدنا نعود حالنا على الانتظام، بدنا نعود حالنا على روتين معين. وهذه يعني أنا بحب الروتين لما يكون إنه هو بنظم الحياة، فإحنا بدنا ننظم حياتنا وننظم حياة طلابنا بشكل عام. إذا لكم أي استفسارات أي شيء أو أي تعليق، أنا جاهز برضو أسمعهم. بشكل عام الأمور تمام الحمد لله، يعني إحنا بنتأمل إنه نرجع للجامعة ونخلص من كل قصة الإلكتروني هذه. يعني هي متعبة، أنا بقول لك أنا مبارح طول اليوم من العصير للساعة تقريبا 10:30 في الليل وأنا قاعد بسجل وبحمل وبشتغل في هذا، يعني مش طبيعي اللي بنحكى يعني. دكتور ناقشت صحيح دكتور موضوع الأعداد الشعب، وبعثت بالقائمة انه يتم التعديل، والأكاديمية غايبة فيها لبكرة لنا لقاء، وان شاء الله بطخهم في هذا المجال. هي شوف الحين طالما نشتغل إلكتروني مش هالمشكلة، بس اذا رجعنا وجاهي بدي يكون خطتهم جاهزة بالضبط. أما بنفعش أنا حنتها بدي أحط الشعب وأعمل زي هيك، لا، أنت الحسبة اللود تبعك اللي خايف عليها ححاسبك إلكتروني زي هيك الحين، بس الحسبة الجاية حط اعمل لي إياهم
وحنبدأ نتحاسب بالطريقة الثانية، يعني الحد الأقصى 15 طالب أو طالبة في المختبر، يعني أنا مش متصور أكثر من هيك، وهذا برأيكم أنتم كمعيدين ومعيدات في هذا المجال. كمان سمعة للقسم هو يعني ما انت تحط 25 فمش سمعة. لا 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 مش مقبولة اصلا، انت بدك تحط خمسة على الكت مش مقبولة. مش مقبولة يعني. حده ثلاثة، هاي الثلاثة على الكت او على الوحدة، هذا هو اللي بنقدر عليه. يمكن في وحدة في الالات قلنا بنوصلها لاربعة وبس خلصنا. فيش غير هيك. اما غير الثاني لا، يعني يمكن المختبرات السوفتوير ممكن توصلها ل 18، اكثر من هيك مش مشكله، اكثر من هيك مش مقبول. فاحنا قبل ما انتم تسووا احنا بعتنا ورسلنا، والاكاديميه اللي مش متفاعله ولا مع حاجه، يعني مش معكم بس، يعني بعض المدرسين زي الدكتور جودت والدكتور اسعد عندهم فوق ال 100 طالب او 100 طالبه في الشعبه ولا عبالهم. بعثت أنا قبل حتى مش من المدرسين، أنا مجرد ما اطلع على الشعبة بعثت افتحوا شعبة جديدة. الحاجة اللي عملوها للدكتور باسل فتحوا له شعبة جديدة بس. هذا كويس. ما هو بعثت ثلاث مواد والحين بدنا مادة الدكتور العبسي، هاي الرابعة. لأن الدكتور العبسي عنده في الطلاب تقريبا 124 أو 125 طالب. ما شاء الله. الأعداد كويسة في سنة ثانية. احنا اللي يعني في أمل دكتور تزيد عدد الشعب. فاحنا إن شاء الله يعني زيادة للشعب المختبرات العملي، هذا أكيد إن شاء الله بعد العودة. لأنه تقريبا في الدي اس يو الاتصالات عندي 50 طالب في كل معمل شعبتين. ما بزبطنش، ما أنا بعت بقول لك بعثت لهم مسبقا قبلك. قبل ما حدا يحتاج انا بعثت واتفقت انا والمش مهندس نائل، عملنا الدراسه وبعثت بناء عليها مطلوب فتح شعب جديده بحيث يكون العدد عندنا حوالي 15 طالب او طالبه في المختبر. ان شاء الله خير. ان شاء الله. طيب بنهاية اللقاء احنا بنشكركم كثير جدا على هذا الحضور، يمكن شورت نوتس كان، بس كان يعني ضرورة ان نشوف احنا وين ككل، لانه ان شاء الله بنكرر ان شاء الله، لانه يعني خصوصا بكرة الا لقاء مع الاكاديمية، فانا بحكي بقلب وبنفس قوي الحين، انه هينا بدين وهينا شغالين، الهمة من عندكم بدنا اياها. كويسة. بنشكركم كثير جدا وبنقولكم يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنلتقي يعني مرة تانية، بنبقى قطعين شوط أكثر أو أمورنا بتبقى وجاهيا إن شاء الله. يلا مع السلامة. إن شاء الله يا رب لك، إن شاء الله أشوفكم على خير في الجامعة. الله يخليكم، مع السلامة وديروا بالكم على حالكم. يلا السلام عليكم. تحية مع السلامة. الله يخليك. السلام عليكم. الله عافية.
ايوه
Thank you.